في هذا الفيديو راح نقارن بين الايباد الجديد بمعالج ام 1 الخارق مع ماك بوك اير ام 1. راح نشوف ميزات وعيوب كل جهاز واي جهاز مناسب لاستخدامك. بس قبل لا نبدا، اذا كنتم من عشاق التقنيه فكروا في الاشتراك في القناه، لان دائما نسوي مثل هذه الفيديوهات واتوقع محتوى القناه يعجبكم، وعندنا هدف نوصل لمليون مشترك واتوقع ما راح تقصروا معنا. PDF Element من شركة Wondershare يعتبر من أفضل تطبيقات PDF، متوفر للآيفون، للماك، وللآيباد، وللويندوز. من ميزاته أنه يحول أي صورة إلى نص، وتقدر تعدل فيها وتنسخ المحتوى وتحطه في ملف وورد أو PDF بالطريقة اللي تحبها. بالإضافة تقدر تضيف توقيعك وتحط الختم على حسب الشغل اللي قاعد تسويه في عدة ثواني فقط. ومن احلى ميزاته انه يحول لك البي دي اف الى وورد، واذا عندك اكثر من ملف راح يحول لك كلهم بضغطه زر واحده. بالاضافه الى خاصيه دمج البي دي اف والتعديل عليه بكل سهوله، سواء كان في التليفون، في الايباد، او حتى في الماك. ما راح اقدر اشرح كل الميزات في هذا الفيديو، لكن جربوا واعطوني رايكم. راح احط كل الروابط تحت الفيديو. بداية قبل لا نبدأ المقارنة، الفرق الوحيد بين الايباد برو 11 انش والايباد برو 12.9 انش الكبير هو الشاشة. الشاشة في الايباد الكبير عالية الدقة وفيها تكنولوجيا رهيبة جدا، واحلى من اي شاشة ابل صنعتها في اي لابتوب او ايباد. خلينا نبدأ بالاسعار. الماك بوك اير يبدأ سعره ب $999، بهذا السعر راح يجيب لك 256 جيجا و 8 جيجا رام، وطبعا معالج الام 1. لكن لما نروح على الايباد برو ال 11 انش راح يكون ب $799، ارخص ب $200، لكن المساحة فقط 128 جيجا، يعني راح تحتاج تزيد $100 علشان تكون مساحته بنفس مساحة الماك بوك اير، واتوقع هذا شيء طبيعي لانك اذا بتاخذ شيء برو تحتاج مساحة كبيرة. اما بخصوص الايباد الكبير يبدا سعره ب $1099، اغلى من الماك بوك اير، وبنفس القضية يجي بمساحة 128 جيجا، تحتاج تدفع $100 علشان تضيف 128 جيجا إضافية. فلو كنت تفكر في الميزانية، لو بتاخذ الآيباد الكبير راح يكون أغلى من اللابتوب، لكن لو بتاخذ الآيباد الصغير راح يكون أرخص من اللابتوب ب $100. طيب، دامنا عرفنا الأسعار، الحين أي جهاز أقوى من الآخر؟ أي واحد أفضل إني أشتري؟ الماك بوك اير ام 1، آيباد برو 11 انش ام 1، ايباد برو 12.9 ام 1، كلهم بنفس المعالج، كلهم بنفس القوة، كلهم بنفس الكلوك سبيد، كلهم تبدأ مساحة الرام ب 8 جيجا، كلهم كل ما زدت مبالغ راح تنتهي المساحة ب 16 جيجا رام، يعني من ناحية قوة المعالجة كلهم بنفس القوة، ما في فرق تماما. طيب، إذا ما في فرق بينهم من ناحية القوة، ليش أنا مسوي هذا الفيديو؟ لأن الفرق من بينهم شاسع، بس مش بالقوة. خلينا نتكلم، خلينا نشوف المميزات اللي موجودة في الماك بوك اير وما موجودة في اي ايباد. بداية، لو بغينا نكتب مقالات طويلة، لو عندنا تقارير، لو عندنا شغل يتطلب ان نكتب لساعات، ما راح ابدا نقدر نقارن بين الماك بوك والايباد، لان الايباد اولا بدون كيبورد حقيقي راح نكتب في الشاشة والموضوع متعب جدا، ولو لا سمح الله دفعت 1000 وشي ريال سعودي علشان الكيبورد ما بيروح وما بيكون بنفس دقة الماك بوك اير في الكتابة، لان خاصة الماك بوك اير بمعالج الام 1 الكيبورد تحسن بشكل كبير وصار ترافل عالي، وحتى لما تحطه تحسه انه ثابت عكس الايباد حتى لو حطيت له اكسسوارات. فمن ناحية الكتابة ابدا لا تفكر في الايباد. طبعا انا اتكلم عن السيناريو اللي راح تكتب فيه على الاقل 3-4 مرات في الاسبوع. الشيء الثاني اللي يتميز فيه الماك بوك اير وما موجود في اي ايباد هو التطبيقات القوية الثقيلة اللي تقدر تسوي فيها كل شيء. يعني على سبيل المثال قناتي هذه كلها، كل الفيديوهات تتصمم وتتعدل عن طريق الفاينل كات برو اللي موجود في هذا اللابتوب، ما احتاج كمبيوتر خارق لان الام 1 خارق. طيب، الايباد فيه ام 1 لكن ما في هذا التطبيق، هذا التطبيق بعده ما وصل للايباد. فمن ناحيه التطبيقات القويه مثل ادوبي بريمير وفاينل كات برو طبعا ما راح نقدر نقارن بين الايباد والماك بوك. ونفس القضيه لما نتكلم عن اداره ملفات محترفه، لو عندك ملفات كثيره وفولدرات وتقسم كل شيء بطريقه محترفه، تريد تنقل بيانات
كبيره ما راح تقدر تسوي هذا الشيء بالايباد. السنه اللي طافت كان عندي ايباد برو، واعتقد شفتوه في كل حلقه انا طالعه، لاني اصمم واعدل وحتى الفيديوهات اجهزها عن طريق الايباد برو. بس بصراحه لما نتكلم عن احترافيه، عن شغل عدل، شغل سريع، ابدا ما يقارن بالماك بوك اير. طبعا الايباد الجديد بمعالج ام 1 في منفذ اقوى 4 مرات من الايباد اللي كنت انا قاعد استخدمه، وفي تكنولوجيا جديده. لكن لين اليوم لهذه اللحظه ايباد او اس تعبان في اداره الملفات، تعبان من الاخر، يعني احسه نسخه مبتدئه بالتكنولوجيا اللي موجوده في الماك او اس. لكن انا شخصيا اتوقع ان شهر 6 القادم لما يعلنوا عن نظام الايباد الجديد راح يضيفوا اضافات كثيره في اداره الملفات علشان يحسنوها للايبادات القادمه. ولو كنا محظوظين وشهر 6 اعلنوا انهم راح يعدلوا اداره الملفات في نظام الايباد، النظام راح ينزل بشكل رسمي شهر 9، منتصف 9، يعني هذه الفتره ما راح تقدر تدير ملفاتك بطريقه محترفه. الشيء الاخر، الماك بوك في منفذين يو اس بي تايب سي، مقارنه بالايبادات يجي بمنفذ واحد، بالاضافه في منفذ للسماعه ما احس انه ضروري كثير، لكن تقدر تشحن وتنقل البيانات في نفس الوقت في الماك بوك. مقارنه بالايباد اذا بغيت تسوي هذه الحركه راح تحتاج اكسسوارات خاصه. علاوة على ذلك، بسبب حجم اللابتوب العملاق البطارية اللي فيه تدوم أكثر، يعني تخيلوا تقريبا 17 ساعة ستريمينج فيديوز أونلاين، يعني مثلا نتفليكس وإلى آخره 17 ساعة، مقارنة بالآيباد مكتوب All Day Battery لكن على حسب استخدامي بطاريته من 10 إلى 12 ساعة فقط. فمن ناحية البطارية الماك بوك يفوز. لكن بعد كل هذا التفوق للماك بوك، لما تنزل تطبيق على الايباد وتبدا تلمس وتستخدم التطبيقات بطريقه سلسه وعمليه وحجمه الخفيف وتشيله في اي مكان، تلاحظ هنا قصه مختلفه تماما. الاستمتاع اكثر لما تستخدم الايباد مقارنه باللابتوب. اللابتوب شغل، فقط شغل، لكن تبى تستمتع امسك لك ايباد وامسك القلم مثلا، ابدا صمم، ابدا المس بايدك، حرك، وحتى الشغل يصير اسرع لانك ما تحتاج ماوس تحرك الكروسر، لا بصبعك تحرك كل شيء على الطاير، تتابع افلامك وكل شيء بدون لا تحتاج شيء عملاق. حتى لما تشيله الكلية تحطه كذا بطريقة خفيفة جدا. من ناحية اللابتوب تحسه شوية ثقيل، وزن اللابتوب تقريبا مرتين اكثر من الايباد، فهذا الشيء ما راح اقدر اكلمكم عنه في الكاميرا، لازم انتم تجربوه انفسكم. لما تستخدموا الايباد راح تستمتعوا اكثر، راح تبتسموا اكثر، لكن اذا بغيت تخلص الشغل خلصه في اللابتوب. صح انه ممل لكن راح تخلص الشغل باكثر احترافية. وللعلم التطبيقات في الايباد اضعاف اكثر من اللابتوب، فراح تحصل تطبيق لكل عملية تريدها، بس طبعا معظم التطبيقات متوسطة الى خفيفة. مثل ما قلت لكم التطبيقات الثقيلة ما موجودة في الايباد، وهذا اهم عيب انا اشوفه حاليا في الايباد برو. فباختصار، اذا كنت تعدل الفيديوهات المحترفة والصور المحترفة مثل فاينل كات برو وادوبي بريمير، وتريد ادارة ملفات محترفة، وتكتب على الاقل 3-4 مرات في الاسبوع مقالات طويلة، خذ لك الماك بوك. بس لحظة، لا تاخذ لك الماك بوك، لا تاخذ اي جهاز حاليا. ليش؟ لان في مؤتمر ابل بعد اقل من شهرين تقريبا، تاريخ 7 يونيو راح يكون في مؤتمر، وابل راح تعلن عن اجهزة جديدة، ومتوقع انه راح يكون في ماك بوك برو جهاز لابتوب جديد، وفي هذاك الوقت بيعلنوا اذا في تطبيقات محترفة للايباد. فانا انصحكم اذا كنتم محتارين بين ماك بوك والايباد انتظروا لحد 7 يونيو، بعدها راح اسوي لكم فيديو اقرر بشكل نهائي كل جهاز ولأي فئة تستاهل انها تشتري. لكن اذا كنت من محبي الجرافيكس، التصميم، تستخدم القلم بشكل كبير، تتابع نتفليكس، تلعب العاب مثل ببجي، تتصفح الانترنت معظم الوقت، كل هذا راح يكون مثالي الايباد مقارنه باللابتوب. اللابتوب راح يكون ثقيل عليك ومش عملي مثل الايباد من هذه الناحيه. وبعد الايباد يدعم الجيل الخامس، فاذا كنت تطلع كثير وما تريد تستخدم بيانات الجوال، تبغى بطاقه خاصه للايباد، هذا الشيء راح يتميز عن اللابتوب. اتمنى اني شرحت الفرق بطريقه واضحه. اعطونا لايك اذا عجبكم الفيديو، لا تنسوا الاشتراك اذا كنتوا جدد. شكرا واشوفكم على خير باذن الله.